تسجل الأمطار الموسمية الغزيرة في مناطق كثيرة قريبة من خط الاستواء. أبرز هذه الأمطار لناحية كثافتها وأثرها على السكان تحدث كل عام في جنوب آسيا في الفترة الممتدة من مايو إلى سبتمبر. فمع اقتراب الصيف ترتفع درجات الحرارة على اليابسة وشبه القارة الهندية، بينما تكون حرارة البحر حول كتلة اليابسة أكثر برودة. يرتفع الهواء الحار والخفيف فوق شبه القارة، ما يخلف مساحة شاسعة من الضغط الجوي المنخفض. نتيجة لذلك تغير الرياح اتجاهها فوق الهند بشكل جذري من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. أما الرياح الجنوبية الغربية الناتجة عن المرتفع الجوي في المحيط الهندي فتندفع لملء الفراغ الذي خلفه المنخفض الجوي، ونظراً لرطوبتها تتسبب بأمطار متواصلة. وللاحترار المناخي العالمي وإدارة استخدام الأراضي والتلوث أثر على موسم الأمطار. كذلك يؤثر الغبار في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية على حدة هذه الأمطار من خلال تسخين الهواء. ولا بد من الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية حيوية لمئات الملايين من الناس، ف80% من الأمطار المتساقطة في الهند ناتجة عن الأمطار الموسمية، وأكثر من نصف المزارع لا تتمتع بنظام ري، وتعتمد تالياً بشكل شبه كامل على هطول هذه الأمطار. في المقابل، قد تدمر الأمطار الموسمية حياة مئات آلاف الأشخاص بما تسببه من فيضانات وتدفقات طينية قاتلة.